هل فعلا تم تأجيل الامتحانات؟ راح يكونوا بتاريخ 31 أو بعد 31؟ راح يكونوا لي زيكزامان ديستونسيال ولا بريزونسيال، يعني عن بعد ولا حضوريا؟ كيفاش راح يكونوا ليكزامان؟ كيفاش نعرف باللي راني مومبر دون اون ايكيب ديكزامان؟ واش لازمني نريفيزي بوغ ليكزامان؟ اسكو الريزومي سي لارجومون سوفيزون ولا لازم عليا نفوت بكامل لي كور وكامل لي شابيتر؟ دونك هاد الاسئله واسئله اخرى جمعتها كامل في هاد لا فيديو باش نجاوب عليها ان شاء الله. دونك تابعوا معايا لا فيديو. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. اليوم لا فيديو دوجوردي راح نجاوب فيها على كامل الأسئلة اللي انطرحت لي واللي تكررت بكثرة، يعني تكررت سواء في لي كومونتير ولا طرحتوها عليا في البريفي. السؤال الأول كان بخصوص تأجيل الامتحانات. مادام اسكو تأجلوا لي زيكزامان، اسكو تروبورتاو، و لا دات اكزاكت نتاع لا نوفيل بلانيفيكاسيون. دونك سانسيرمون انا اخرت هاد لا فيديو، كنت نستنى المعلومات الرسميه من المسؤولين. اذا اليوم تحصلت على المعلومات الرسميه باش نقدمها لكم بخصوص تاجيل الامتحانات. دونك كيما شفتوا في هاد لا بانديمي نتاع الكوفيد، دونك دينا هاد لي فاكونس تاع 10 جور، دونك تاجلت الامتحانات لمده 10 ايام، دونك يعني بعد 10 ايام راح نعطيكم التاريخ الفعلي للامتحانات. اذا توجور لي زيكزامان، دونك اسكو ديستانسيال ولا بريزونسيال؟ دونك لي زيكزامان نتاع ايستوار يونيفرسال دي سيونس بيولوجيك دونك يبقاو ديستانسيال، يعني عن بعد. بالنسبه للتاريخ الفعلي لتاريخ العلوم البيولوجيه او التاريخ العالمي للعلوم البيولوجيه راح يكون يوم الاثنين لو لاندي 31 جانفي 2022 ا 15 كيما كانت من قبل، ولا دوري د ليكزامان دونك سي 1 اور دونك كوم كيما كانت ديجا بروغرامي. دونك تاجل الى يوم لو لاندي 31 جانفي 2022 ا 15. مده ليكزامان قلنا هي ساعه. واش نحتاج باش نفوت ليكزامان؟ توجور دونك نحتاج سوا ان بي سي ميكرو بورتابل ولا نحتاج ان تليفون. دونك اذا كانوا متوفرين الزوج قلت لكم انا نفضل ان ميكرو باش نشوف لي كيسيون وباش نقدر نجاوب بيان كوم يلفو. السؤال اللي تكرر ايضا بكثره، مدام اسكو جو سوي مومبر دون اون ايكيب ديكزامان؟ مدام دخليني ليكيب، مدام كيفاش نعرف بلي جو سوي مومبر ديكزامان؟ وكيفاش سادير لي كاركتيرستيك تاع اون ايكيب ديكزامان؟ دونك الحاجه الاولى اللي غادي نتكلم عليها، يا با اون ايكيب ديكزامان، دونك ما كايناش حاجه يسموها ايكيب ديكزامان. فهمتكم في لا فيديو بريسيدونت بلي هذيك ليكيب ديكزامان اللي انا كليتها سي اون ايكيب بروفيزوار باش نوريكم لو ديفوار، باسكو دون اون ليكيب تاعكم هذيك ال ان اس ان في ما غاديش يطلع لكم لو ديفوار باسكو انا ما درتش اون بلانيفيكاسيون، دونك كان ان برويون. دونك جوست باش نوري لكم كيفاش راح يكون ليكزامان. دونك يا با اون ايكيب ديكزامان، كيفاش نتاكد انني في المجموعه الخاصه بالامتحانات؟ دونك تو سامبلومون لازم تبدلي هاد ليكون كي نحل لو كونت تاعي اللي هي ال1 اس ان في 2021 2022. دونك اون فوا يبان لي هاد لو سيمبول تاع لا دي ان وتبان لي هاد ليكيب، دونك نتاكد بلي راني مومبر في ليكيب. دونك يا با دوتر ايكيب، كاينه سولمون هاد ليكيب. دوطخ كيستيون اللي تعاودت لي هي علاش مدام لما راني نحل ليكيب تاعي ما رانيش نصيب ليكزامان وما راش يتافيشالي لو ديفوار؟ دونك هادي اوسي تكلمت عليها في لوطخ فيديو لا فيديو بريسيدونت. دونك قلت لكم بلي لما رايحين تحلوا لو كونت تاعكم ما راح يطلع لكم اوكان ديفوار. دونك هاد لافيشاج افيشي لو ديفوار ما راحش يطلع لكم تو سامبلومون باسكو مازال ما جاتش لا دات ديكزامان. دونك لما يجي او تجي لا دات ديكزامان او لور ديكزامان، دونك اوتوماتيكمون راح يطلع لكم لو ديفوار. هذا في حاله ما اذا كان مازال ليكزامان عن بعد راح يكون فيا لا بلاتفورم تيمز، لانه الحاجه الجديده اللي جبتها لكم اليوم هي في احتمال انه يكون ليكزامان سور دوتر بلاتفورم. autre question اللي راح تتعاود لي بزاف، مدام شحال كاين من فيديو sur ma chaîne YouTube؟ دونك pour le moment principalement il existe 7 vidéos تاع الكours، دونك chapitre 1 chapitre 2 chapitre 3 4 5 و 6. دونك 7 vidéos
لو دوزيام شابيتر ولا دوزيام كور بويسك فيه بلوس دو ديتاي وفيه سادير جا شويه طويل في اون فيديو دونك قسمته لدو بارتي درت بارتي 1 وبارتي 2 كامل لي فيديو راهم كاينين سور ما شين يوتيوب اون بلوس دو سا دونك كاين دو ريزومي اون عربي autre question aussi concernant la présentation تاع لي كور madame علاش ما كملتيش لي ريزومي en français donc باش نكونوا متفاهمين la matière sur Canva donc elle est programmée sur elle est programmée donc en français c'est pour ça donc les cours كامل كانوا en français le chapitre 1 jusqu'à le chapitre numéro 6 لي ريزومي دونك درتهم نزولا عند رغبه الطلبه دونك كاين بزاف طلبه كتبوا لي وبعثوا لي وقالوا لي مدام علاش ما ديريناش ريزومي اون عرب في الفلاشين تاعك دونك سي بور سا درت لهم هذا الشرح باللغه العربيه على بالي بلي كاين بزاف لي ستوديون اللي يعانيو من صعوبه اللغات الاجنبيه اكسيتيرا دونك شرحت باللغه العربيه وخليت كلكمو دونك نتاع باش سادير باش يوضحوا لنا الماده خليتهم اون فرونسي سينو كامل لي زوتر كور تسيبوهم سور ما شين اوديو دونك فيزوييل اون فرونسي aussi que les talabas qsawni est-ce que le résumé c'est largement suffisant la révision ou لازم عليا نرجع لكامل لي كور دونك الحاجه الاولى اللي لازم نهضر عليها انه هذا توجور يبقى ان ريزومي دونك ان ريزومي فيه تو لي ايتادير لي تروك اسونسييل تاع شاك شابيتر دونك سي نجمعهم ونحطهم دون اون سول فيديو دونك انا جو بو با ريبيتي كامل لو بروغرام اون فيديو تاع 30 مينوت ولا تاع 1 اور دونك جو بو با Alors, donc, c'est un résumé. Mais le clahatou, par exemple, le premier résumé, la période du proto-histoire, réellement aujourd'hui, c'est le premier résumé. C'est ce qui est le cas de la période, mais c'est le cas de les questions sur les examens. Donc, c'est uniquement les éléments les plus importants. Donc, je vous conseille que la nasiha awaliya bdaw al muraja'a ou bdaw muraja'a bli résumé, ou mbad rajou les cours pour avoir plus de détails. يعني نبداو بلو ريزومي ونعاود نرجعو لي كور بوغ افواغ بلوس دو ديتاي دوطر كيسيون جاتني اوسي كيفاش او واش نراجع في هاد الماده كيما تعرفوا هادي ماده التاريخ العالمي للعلوم البيولوجيه دونك سي اون اونيتي دونسينيومون ترانزيرسال واش نحتاج نراجع فيها نراجع فيها اولا الفترات اللي مرت بها العلوم او تطورت فيها العلوم البيولوجيه دوبوي la période du proto-histoire الى غايه القرن الواحد وعشرون نحفظها بالترتيب يعني نحفظ الترتيب الكرونولوجي للمراحل كل مرحله باش تميزت اهم الخصائص تاعها اهم العلماء ولا الباحثين اللي ظهروا في شاك بيريود لي سافون سادير كاركتيرستيك دو شاك ايبوك وكل سادير شاك سافون ولا شاك سيانتيفيك واش جاب كوم ابور لو ديفلوبمون دي سيونس اكسبيريمونتال اي سيونس biologique. C'est le plus important head la matière. Donc, بالنسبه les examens, تكلمت وقلت انه في احتماليه يكونوا sur un site externe. Donc, premièrement, اذا كانوا sur la plateforme Teams, هنا l'étudiant ما يحتاجش يدير inscription. علاش؟ Parce que tout simplement le compte تاعه c'est un compte officiel, le nom et le prénom تاعه. Donc, mais il y a une inscription. Dans ce cas, l'étudiant dit bah, la vidéo précédente, où il m'a على الخطوات اللي تكلمت عليهم باش يبعث الإجابة تاعه في الوقت المحدد إذا كان الاحتمالية الثانية إذا كان الإكزامان سور ان سيت اكسترن أولا راح نعلمكم سواء راح نعلمكم في لاشين يوتيوب تاعي بأون فيديو ديسكريبتيف كيما راني متعودة نحط لكم ولا راح نعلمكم في لي سيت اوفيسيال دون سو كا ليتيديون يحتاج يدير انسكريبسيون في هاد لو سيت اكسترن هذيك الانسكريبسيون دونك يحتاج فيها دو شوز بروميييرمون يحتاج سوا دونك لا كارت ديدونتيتي سادير يحتاج هاد لو نيميرو تاع لا كارت ديدونتيتي اللي جاي الفوق ولا يحتاج بيرمي دو كونديت دونك لازم ليتيديون باش ما سادير باش ما يستريساش مع لي كيسيون مع توجور الوقت يخاف لا كونيكسيون تروح له ولا اون كوبور دي الكتريسيتي دونك لازم عليه يحط هاد لي بابيي قدامه باش يدير لاسكريبسيون اللي غادي تدي منه دو ولا 3 مينوت وما يقدش يدير ليكزامان sans inscription. Donc, il y a le numéro de la tarif ou le numéro de le permis de conduite. Il y a en plus de ça le numéro d'attestation d'inscription. Donc, il y a le numéro d'attestation d'inscription.
معلومه مهمه اللي في لي زيتيديون ما عندهاش لا كارت ديدونتيتي ولا ما عندهاش لو بيرمي دو كوندويت دونك سوا لا كارت ديدونتيتي ولا لو بيرمي دو كوندويت واش يدير هاد لي تيديون سيتير لي راه مدري له لي كارت تاعها ولا واش يدير يبعث لي كاريمون في لو كونت تاعي دونك سمحي هاجر ويقول لي باش نعطيه ان كود هذاك لو كود لازم عليه يعمره في مكان بطاقه التعريف الوطنيه ولو بيرمي دو كوندويت دونك هذاك لو كود هو اللي راح يتحاسب عليه هكذا باش ما يقدرش ايتوديون يفوت مكان دوطخ ايتوديون داكوغ دونك بالنسبه للطلبه اللي ضاعت لهم بطاقه التعريف الوطنيه ولا لو بيرمي دو كوندويت وما عندهاش بطاقه تعريفيه من غير شهاده التسجيل دونك يبعث لي كاريمون ويكتب لي في لو كونت اوفيسيال تاعي باللي ضاعت له لا كارت باش نعطي له ان كود بروفيزوار هذا بالنسبه لي زيتوديون دونك سادير هذا في المادتين كو سوسوا هيستوار دي سيونس بيولوجيك ولا في لو دوزيام موديول اللي رايحين تفوتوا حتى هو اون لين ام تي تي دونك ميثود دو ترافاي دونك بور لي دو ماتيير تعمروا لو ميم كود اللي انا بوحدي راح نمده لكم داكوغ بالنسبه لو سيت دونك كيل سيت لو سيت ان شاء الله راح نعلمكم اذا كان قلت لكم سوغ ان سيت اكسترن راح نعلمكم في تواريخ لاحقه توجور افون لا دات ديكزام اذا كان في احتماليه انهم يكونوا سوغ ان سيت اكسترن سينو اذا كانوا سوغ لا بلاتفورم تيمز كما قلت لكم راح نتبعوا الخطوات اللي راها موجوده في لا فيديو بريسيدون في لا فين تاع لي فيديو دونك جو سويت اون بون ريفيزيون بون كوراج في لي زيكزامان j'accepte toujours vos questions et vos perspectives. Toujours, qu'est-ce que vous voulez, les commentaires ou là, nous tenons toujours la conversation.